يسأل، نعم يسأل شيخ صالح عن إذاعة القرآن الكريم بمكبرات الصوت فوق المآذن في المسجد قبل أذان الجمعة وقبل صلاة الفجر، هذا لا يجوز. لا يجوز أن يذاع صوت أو يرفع صوت قبل الأذان، لا أذان الفجر ولا غيره، لأن هذا يؤول إلى الزيادة في الأذان ويؤول إلى البدعة، والمشروع الاقتصار على الأذان فقط، لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله أو بعده برفع الصوت، ولا قراءة القرآن سواء من القارئ مباشرة أو من الإذاعة، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا هذا يؤول إلى الزيادة في الأذان، الزيادة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.